Assalamu alaikum, good evening friends. This is the first time I am doing video in YouTube. So I am going to read Surah Al-Alaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى تذكر من يغشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تقصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Subscribe this and like and click the bell icon.